زمان كانت محبطة، مش اجتماعية، على طول الخط في البيت، على طول بعيط، على طول بطلع في منظري، يعني ما فيش حاجة تيجي عليا، يعني على طول كانوا يجي عندي ناس: انت ليش هيك مكتئبة، دائما وجهها اصفر، لا خلص انا مخنوقه مخنوقه مش قادره اطلع من البيت، لا بدي اشوف الناس ولا بدي، خلص بيتوتيه صرت. لكن الحمد لله من حد ما نزل وزني بدي صرت اطلع، فيش اكثر من طلعه هتي، اروح واطلع واجي وانا فخوره ورافعه راسي. نظره اول حاجه طبعا نظره الناس، كبرت عن عمري كبير كثير، وكنت كمان انا في النوم يعني اتعب وانا نايمه من الطول من النصاحه، خلص احس بخنقه على الاخر، تعب في كتافي وفي رجلي وفي كل المفاصل احسها بتوجع. فلما عرفت انه يعني في مركز كثير حكوا لي عنه، بس ما كنتش اخذ ولا اعطي، يعني انا اقول احاول لحالي احاول لحالي، بديش انا اسبب مخسر لجوزي، بس هو حرام يعني. فانا تعبت وعملت عمليه، يعني تعبت وظهر عندي اورام، يعني ورم. الدكتور نفسه اللي عمل العمليه حكى لي الحمد لله انك انت ضعفتي، صحيت من العمليه اخذت الاعشاب تبعتك. قلت لهم ما بترك ولا، خلص انا ماشي على نظام حياه، خلص سيبوني. الحمد لله نزلت واستفدت نصائح طبعا الدكتور، كل هذا طبعا برجع اول حاجه طبعا بفضل رب العالمين، وطبعا وقوف زوجي، طبعا وقوف جوزي جنبي، والحمد لله رب العالمين نزلت 30 كيلو. فالحمد لله استفدنا يعني، وانه راح التعب وراحت النهجه اللي كانت على طول معايا، من اطلع الدرجه اتعب زي الختايره بالضبط. انا مديها الحريه التامه لانه هذه صحتها، وهي كانت حابه الشغله هذه، وتقولي انا اكلي مخصص عن اكلكم، قلت لها فيش عندي مشكله، انا اي شيء بدك اياه انا جاهز. فقالت لي في اللي هو عند اخونا الدكتور ابو يوسف اللي هو ابن النفيس، قلت لها فيش عنده مشكله، انه قد ما بدها تعمل في البيت مش هيكون زي الاستفاده اللي عندك، لانه في عندك انت شغلات اللي هي بدون سكر، الحراريات، السعرات الحراريه، بدون نظام، عندك نظام الغذائي طبعا بيختلف، احنا ما بنعرفه ولا حتعرفه، طبعا في عندك نظام غذائي، في عندك الوجبات، في عندك اللي هو اللي كانت تاخذ الشغلات هذه، طبعا هي متوفره عندك، احنا مش هنعرفها الا من خلالها. فهي ايش قد ما بدها تعمل، قد ما بدها تعمل يعني رجيم، مش حتطلع، مش حتنزل بالصوره هذه اللي زدتها. طبعا بنصحهم للاخوه انه طبعا هذا حياه اجتماعيه وهذا شراكه يعني. فانا قلت يعني ما دام انه زوجتي انه هي مرتاحه ومبسوطه وانا مبسوط طبعا وسعيد على هواها، لازم انه الواحد يقف معها ويرفع من معنوياتها، ويعني يكون في جانبها دائما، لانه هذا حياه طويله. لا ما فيش فيها احباط، هي نظام حياه الحمد لله رب العالمين. يعني شوف ال 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 الواحد ماكل نظام اكل صحي ولا عادي حيشبع، يعني ليش مثلا ما نخفف دهون، مش ما نخفف، لانه صحتنا هي اول حاجه، يعني يكون اكلنا خفيف، احنا هيك شبعانين يعني، نكتر حركه اهم حاجه، اهم حاجه المشي يوميا، مش يوميا يوم بعد يوم، ممكن شويه رياضه في البيت، يعني كل ما بياخذش من وقتنا ساعة يعني، والحمد لله رب العالمين. يعني النظام الأكل أهم حاجة يكون صحي، وشرب المية يا جماعة، أنا الحمد لله مداومة على شرب المية، يعني بشرب 3 لتر تقريبا في اليوم، بس اليوم أنا أخذت قبل الكل تاج أميرة الصحة بوجود طبعا الدكتور في منزلي الحمد لله رب العالمين، وأنا الحمد لله بفتخر في هذا الشيء. أرجو من كل زوج ألا يكون محبط لزوجته، بالإمكانيات المتاحة يشجعها بالتعاون بالتفاهم، وصلت براءة لهذا الحد بفضل الله تعالى، ثم بفضلكم وتوجيهاتكم في مركز ابن النفيس.